أعتقد أن المهمات الموكلة لوزارة الدفاع والقوات الروسية في سوريا تم تنفيذها بشكل عام، لهذا أمر وزير الدفاع الروسي اعتبارا من يوم الثلاثاء بدء سحب الجزء الأساسي لقواتنا من سوريا، وأطلب من وزير الخارجية الروسي بتكثيف المشاركة الروسية في دعم العملية السلمية لحل الأزمة السورية. قاعدتا طرطوس البحرية وحميميم الجوية ستواصلان أعمالهما، ويجب أن تكون محميتين بشكل جيد برا وبحرا وجوا. هذه القوات كانت موجودة في سوريا منذ سنوات، واليوم ستقوم بتنفيذ عملية هامة وهي مراقبة وقف إطلاق النار وإيجاد ظروف مناسبة للعملية السلمية. آمل في أن يشكل قرار اليوم إشارة جيدة لجميع أطراف النزاع.